بايركتار تي بي 3 تقلع من حاملة الطائرات التركية. مفاجأة نارية، تي بي 3 تحلق على ارتفاع 30,000 قدم. أكملت المقاتلة بدون طيار الأحدث بايركتار تي بي 3 سيها التي طورتها شركة بايكار على المستوى الوطني وبشكل فريد اختبار أداء نظام الارتفاعات العالية جدا بنجاح. وصلت تي بي 3 إلى ارتفاع 30,000 قدم خلال رحلتها التجريبية، وقد اجتازت بايركتار تي بي 3 بنجاح اختبار أداء نظام الارتفاعات العالية من خلال الوصول إلى ارتفاع 30,000 قدم في الرحلة التي جرى تنفيذها في مركز أكنجي للتدريب على الطيران والاختبار في منطقة تشورلو في تيكيردا. والمفاجأة أن الطائرة بدون طيار الوطنية أقلعت بمحرك وطني من طراز PD-170 الذي طورته شركة تاي محليا. والخبر الأهم أن الرحلة الأولى لتي بي 3 من حاملة الطائرات الوطنية تي جي جي أنادولو ستجري في عام 2024، وستكون بايركتار تي بي 3 UCAV أول مركبة جوية مسلحة بدون طيار في العالم تتمتع بالقدرة على الإقلاع والهبوط من السفن ذات المدرج القصير تي جي جي أنادولو بهيكل جناحها القابل للطي. وجرى تأكيد هذا الخبر رسميا حيث أعلن رئيس مجلس إدارة بايكار ورائد تكنولوجيا سلجوك بايركتار أنهم يخططون لبدء اختبارات بايركتار تي بي 3 على سفينة تي جي جي أنادولو في عام 2024، وستكون القدرات التي ستتمتع بها تي بي 3 بمثابة ابتكار مهم للمركبات الجوية بدون طيار ضمن هذه الفئة.